السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله سوف نبدأ معا دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. ولو أعجبك الفيديو لا تنسى أن تسجل إعجابك به وتشارك القناة على فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا تنسى أيضا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك المزيد والمزيد من الفيديوهات والشروحات بإذن الله تعالى. ونبدأ بالوحدة الأولى، أهلا وسهلا. الدرس الأول فيها السياحة في مصر، بعد ذلك نبدأ في أشياء جديدة بعض الشيء عليكم، وهي قواعد وتطبيقات نحوية. هتاخد السنة دي إن شاء الله بإذن الله حاجة اسمها النحو، ما خدتهاش قبل كده. نبدأ فيها بأسماء الإشارة. الدرس الثاني الإسكندرية عروس البحر المتوسط، قواعد وتطبيقات نحوية ضمائر المتكلم. الدرس الثالث شرم الشيخ مدينة السلام، ثم قواعد وتطبيقات نحوية ضمائر المخاطب. الدرس الرابع إسلامية مصر هو شعر، قواعد وتطبيقات نحوية ضمائر الغائب. الدرس الأول السياحة في مصر. يا ريت يا جماعة بصوا معي الدرس ده، هو هنلخصه في نظام الأفكار زي ما هنشوف دلوقتي. هذه الأفكار صفات بكار، أنواع السياحة في مصر، أسباب اهتمام السائحين بآثار مصر، فائدة السياحة لمصر وواجبنا نحو السياح، أمنية بكار. هذه الأفكار الخمسة هي أفكار هذا الدرس الأول. صفات بكار، أنواع السياحة في مصر، أسباب اهتمام السائحين بآثار مصر، فائدة السياحة لمصر وواجبنا نحو السياح، أمنية بكار. تفصيل الأفكار. واحد، صفات بكار. بكار تلميذ ذكي واسع الاطلاع سريع الفهم. بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل عمه مفيد. أهداه عمه كتابا صغيرا عن السياحة في مصر قرأ فيه. هذه هي صفات بكار اللي عدت علينا دي. تلميذ ذكي واسع الاطلاع سريع الفهم، يحب أن يكون مرشدا سياحيا زي مين؟ مثل عمه مفيد. نأخذ بعض الكلمات في القطعة. الكلمة ومعناها ذكي أي سريع الفهم، الاطلاع القراءة والعلم والمعرفة، مرشدا هاديا وموجها، عمه العم أخو الأب، أهداه أعطاه بلا مقابل، أعطاه له هدية يعني. ثانيا المفرد والجمع، تلميذ الجمع تلاميذ، ذكي أذكياء، مرشد مرشدون أو مرشدين، مثل أمثال، عم أعمام، كتاب كتب، صغير صغار، صغير واحد بس لكن صغير وصغير وصغير بنوعه صغار. ثالثا الكلمة ومضادها، الكلمة مضادة، المضاد يا جماعة يساوي العكس يساوي المقابل، يعني لما نقول مضادها يساوي عكسها يساوي مقابلها. ذكي المضاد غبي، واسع المضاد ضيق، سريع المضاد بطيء، الفهم مضاده البلادة، يحب المضاد يكره، مرشد المضاد مضلل، أهداه حرمه. رابعا نأخذ بعض الأسئلة والأجوبة على الفقرة السابقة. سين واحد اذكر صفات بكار ووضح ما أعجبك فيها. جيم واحد بكار تلميذ ذكي واسع الاطلاع سريع الفهم، وأعجبني أنه واسع الاطلاع لأن القراءة المتنوعة هي طريق العلم والمعرفة والتقدم. سي اثنين ماذا يحب بكار أن يكون؟ بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل عمه مفيد. سي ثلاثة ما اسم عم بكار وماذا أهداه؟ جيم ثلاثة اسم العم هو مفيد وأهداه كتابا صغيرا عن السياحة في مصر. اثنين أنواع السياحة في مصر. مصر تجذب أفواجا من السائحين من جميع دول العالم، فهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة، فمنهم من يأتي لزيارة آثار مصر الخالدة ويعرف المعلومات ويجمع الصور، وهذه سياحة ثقافية، ومنهم من يأتي للنزهة والاستمتاع
وهذه سياحة ترفيهية، وبعضهم يأتي لزيارة المساجد والكنائس الأثرية، وهذه سياحة دينية، وهناك من يأتي للعلاج في مصر، وهذه سياحة علاجية. أولا الكلمة ومعناها: تجذب تشد أفواجا جماعات جميع كل يأتون يحضرون أغراض حاجات أو أهداف متعددة كثيرة ومتنوعة آثار ما تركه لنا الأجداد. العلاج الاستشفاء يجمع يضم الخالدة الباقية الاستمتاع التمتع النزهة الفسحة. ثانيا المفرد والجمع: فوج أفواج السائح السائحين دولة دول العالم العوالم غرض أغراض أثر آثار المعلومة المعلومات الصورة الصور المسجد المساجد الكنيسة الكنائس نزهة نزهات. ثالثا الكلمة ومضادها، واللي قبل كده المضاد هو من قبل العكس. الكلمة مضادها: تجذب تنفر، عكس تجذب تنفر. أفواج أفراد، أفواج بجماعات كثير، أفراد يعني واحد واحد. متعددة قليلة، الخالدة مضادها الفانية، يعرف يجهل، يجمع يفرق، عكس يجمع يفرق. الاستمتاع الملل، يأتي يذهب أو يرحل، هناك هنا. رابعا أسئلة وأجوبة على الفقرة السابقة. سين واحد: لماذا يأتي السائحون إلى مصر؟ جيم واحد: يأتي السائحون إلى مصر لأغراض متعددة، منها واحد زيارة آثار مصر الخالدة، اثنين النزهة والاستمتاع، ثلاثة زيارة المساجد والكنائس الأثرية، أربعة العلاج في مصر. يبقى إيه اللي يجي؟ لزيارة آثار مصر الخالدة، أو النزهة والاستمتاع، أو زيارة المساجد والكنائس الأثرية، أو العلاج في مصر. سين اثنين: ما عمل المرشد السياحي؟ جيم اثنين: عمل المرشد السياحي أنه يرشد السياح إلى مواقع الآثار، ويشرح لهم تاريخ هذه الآثار. المرشد السياحي يعمل إيه؟ المرشد السياحي يرشد السياح إلى مواقع الآثار، ويشرح لهم تاريخ هذه الآثار. المرشد السياحي يرشد السياح إلى مواقع الآثار، ويشرح لهم تاريخ هذه الآثار. سين ثلاثة: لماذا تجذب مصر السائحين إليها؟ جيم ثلاثة: لأن فيها آثار خالدة، وجو معتدل، وفنادق راقية، وشعب كريم مضياف. سين أربعة: أكمل الجمل الآتية. ألف: زيارة الآثار الخالدة والتعرف على المعلومات وجمع الصور. طبعا الإجابة سياحة ثقافية. باء: السفر للنزهة والاستمتاع. السفر للنزهة والاستمتاع، طبعا الإجابة سياحة ترفيهية للتكمل المطلوبة. تاء: زيارة المساجد والكنائس الأثرية. نبا: طبعا الإجابة سياحة دينية. ثاء: السفر للعلاج والاستشفاء، سياحة علاجية. التكملة سياحة علاجية. ثلاثة: أسباب اهتمام السائحين بآثار مصر. يوم الجمعة الماضي ذهب بكار مع عمه مفيد إلى الأهرام، وشاهد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية، فسأل عمه قائلا: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر يا عمي؟ العم: إن آثار مصر
لها قيمة تاريخية كبيرة يا بكار، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. طبعا كده احنا عدت علينا ايه بعض الأسئلة في القضاء. أول حاجة، بكار ذهب متى إلى ايه الأهرام يوم الجمعة الماضي؟ شاهد بكار هناك، شاهد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية. طيب لما شاف السائحين دول هم قال عمه، سأل عمه قال له ايه؟ سأل عمه قائلا: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر يا عم؟ طيب ماذا كانت إجابة العم؟ أجاب عمه قائلا: إن آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة يا بكار، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. أولا الكلمة ومعناها، شاهد رأى، يلتقطون يصورون أو يأخذون، التذكارية التي لها ذكرى، يهتم يعتني، قيمة قدر، متعة لذة مشاهدة رؤية. ثانيا المفرد والجمع، هرم أهرام أو أهرامات، عم أعمام أو عموم، سيارة سيارات، معلم معالم، قيمة قيم، متعة متع. ثالثا الكلمة ومضادها، يهتم يهمل، الماضي تعد وفاة من زمان عكسه ايه الحاضر، كبيرة عكس ايه مضاد ايه صغيرة، يجد يفقد، متعة ملل، الخالدة الفانية. رابعا أسئلة وأجوبة على الفقرة السابقة. سمع، مع من ذهب بكار يوم الجمعة وإلى أين ذهب؟ جيم واحد، ذهب بكار مع عمه مفيد إلى الأهرام. وراح مع مين؟ راح مع عمه، عمه اسمه مفيد. فين؟ إلى الأهرام. سين اثنين، ماذا شاهد بكار مع عمه مفيد؟ شاهدوا مع بعض، شاهد بكار مع عمه مفيد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية، كل واحد مسك كاميرا ويصور بعض الصور التذكارية. سين ثلاثة، لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ الإجابة جيم ثلاثة، لأن آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. أربعة، فائدة السياحة لمصر وواجبنا نحو السياح. بكار، وماذا تستفيد بلادنا من السائحين؟ العم، يا بكار، السائح عندما يأتي إلى مصر يعرف آثار بلادنا، وينزل في فندق ويأكل في مطعم ويركب ضائرة أو باخرة أو قطارا أو سيارة ويشتري التحف، أي أنه ينفق نقودا. طب النقود عزتها إيه؟ يستفيد منها اقتصاد بلدنا. يبقى السائح بينفقه بيضيع فلوس، الفلوس دي هتعمل إيه؟ هتفيد اقتصاد البلد. وهناك آلاف من الشباب يعملون في هذه الفنادق والمطاعم وفي وسائل المواصلات والتجارة والإرشاد السياحي، والواجب علينا جميعا أن نحسن معاملة السائحين وأن نرحب بهم. أولا الكلمة ومعناها، تستفيد تنتفع، الإرشاد التوجيه والهداية، نحسن نجيد، ينفق يصرف. ثانيا المفرد والجمع، بلد بلاد، السائح السائحين، أثر آثار، فندق فنادق، مطعم مطاعم، طائرة طائرات، باخرة باخرات، قطار قطارات، سيارة سيارات، التحفة التحف، الشاب الشباب، وسيلة وسائل، التجارة التجارات، الواجب
الواجبات، معاملة معاملات. ثالثا الكلمة ومضادها تستفيد، تضر، يركب، ينزل، يشتري، يبيع. نحسن، نسيء. رابعا أسئلة وأجوبة على الفقرة السابقة. سين واحد، ما أهمية السياحة لمصر؟ جيم واحد، يستفيد منها اقتصاد بلادنا عن طريق الأموال التي ينفقها السياح. هناك آلاف من الشباب يعملون في السياحة، يؤدي ذلك لرفع مكانة مصر بين الدول وزيادة الداخل القومي. يبقى كل العدد هو كله من فوائده السياحة، من أهمية السياحة، يستفيد من اقتصاد بلادنا عن طريق الأموال التي ينفقها السياح. آلاف من الشباب يعملون في السياحة، يؤدي ذلك رفع مكانة مصر وزيادة الداخل القومي. ما واجبنا نحو السياح؟ سين اثنين، ما واجبنا نحو السياح؟ جيم اثنين، واجبنا نحو السياح أن نحسن معاملتهم وأن نرحب بهم. خمسة، أمنية بكار، رجع بكار إلى بيته بعد أن شكر عمه ثم قال في نفسه: ليت لي جناحين أطير بهما في السماء، أو ليتني أملك بساط الريح حتى أشاهد كل معالم مصر السياحية. أغمض بكار عينيه وتخيل نفسه جالسا فوق بساط الريح وقد ارتفع محلقا في السماء، فأين ذهب؟ حنعرفك إن شاء الله بإذن الله كلمة الدرس الجاي. أولا الكلمة ومعناها، رجع عاد، ليت حرف يفيد التمني، معالم أماكن مشهورة، أغمض أغلق، محلقا طائرا، مشاهدة رؤية، تخيل تصور. ثانيا المفرد والجمع، بيت بيوت، نفس نفوس أو أنفس، بساط بسط، جناح أجنحة، السماء السماوات، عين عيون أو أعين، الريح الرياح. ثالثا الكلمة ومضادها، شكر جحد، جالسا واقفا، ينزل يرحل، ارتفع انخفض، ذهب رجع أو عاد، السماء الأرض. رابعا أسئلة وأجوبة على الفقرة السابقة. سين واحد، ماذا تمنى بكار ولماذا؟ جيم واحد، تمنى بكار أن يكون له جناحان يطير بهما في السماء، أو أن يملك بساط الريح، ليه طيب؟ حتى يشاهد معالم مصر السياحية. تمنى بكار أن يكون له جناحان يطير بهما في السماء، أو أن يملك بساط الريح، ليه؟ حتى يشاهد معالم مصر السياحية. سين اثنين، ماذا تخيل بكار بعد أن أغمض عينيه؟ جيم اثنين، تخيل بكار نفسه جالسا فوق بساط الريح وقد ارتفع به محلقا في السماء. أخيرا، إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من أخبار القناة والفيديوهات والشروحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.